قذيفة إمام عاشور تعلن الزمالك فائز في مباراة المصري 1-0 عشان يوصل للنقطة 16 ويقتنص 3 نقاط مهمة في سباق الدوري. ولكن الزمالك الشوط الأول كان شكله غريب والشوط الثاني باتشيكا حاول يصلح الشكل اللي بدأ بيه المباراة. وهنتكلم لماذا الزمالك شكله بقى كده الشوط الأول وإزاي الزمالك شكله اتغير الشوط الثاني. بس أنا أول ما أخش في الحلقة طالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان يوصل الحلقة لأكبر عدد من الناس. ولأول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد عشان يوصل 5000 مشترك قبل نهاية 2021. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. تشكيل الزمالك والطريقه اللي بدا بيها باتشيكو هي اللي خلت الزمالك شكله كده الشوط الاول وخلته شكله غريب او شكله يرتقي الى السيء وخلى المصري شكله ممتاز الشوط الاول. الزمالك بدا ايه على الورق 4-2-3-1 ولكن على ارض الواقع هي 4-4-2. ابو جبل، محمد عبد الغني، الويلش، المثلوسي، بدل حازم امام، فتوح، اثنين في نص الملعب، طارق حامد، امام عاشور، يعتبر قدامهم اوباما على اليمين، زيزو على الشمال، عبد الله جمعه قدام بيلعب ببن شرقي كمهاجم صريح. ولكن الزمالك كان على ارض الواقع بيلعب 4-4-2 صريحه، بيلعب بزيزو ناحيه اليمين كجناح وعبد الله جمعه ناحيه الشمال كجناح، وبيلعب باوباما وبن شرقي اثنين مهاجمين، وبن شرقي قدام وتحت اوباما، واوباما قدام وتحت بن شرقي، الاثنين كانوا بيبدلوا احيانا والاثنين كمهاجمين صراح جنب بعض. دي حاجه. الحاجه اللي خلت بقى المصري شكله كويس الشوط الاول ايه؟ اول حاجه انه ما عندكش مهاجم صريح، نظام صريح اللي يضغط على المدافعين، اللي يقابل المدافعين، اللي يتلعب له عرضيات، اللي تسند عليه في الكرات الطويله، المهاجم الصريح اللي يفيدك في المباراه، اللي الفريق اللي قدامك بتكتل دفاعيا. كنت محتاج مهاجم يعرف يفك التكتل الدفاعي بتاع الفريق اللي قدامك، لان بن شرقي في الحته دي مش كويس خالص. بن شرقي بيحب مثلا في الماتشات المفتوحه تلعب اه مهاجم يلعب له الكره ثرو باص، يجري لك في المساحه، تلعب له كره عرضيه يطلع يحط بدماغه، لكن اللي هو يلعب في مساحات ضيقه او ان هو يبقى مهاجم قدام فريق بيخنق دفاعيا او بيتكتل دفاعيا، دي مش هتخلي بن شرقي يبقى شكله كويس. ده اللي شفناه، ان الزمالك خلى ان المصري شكله كويس بسبب ثلاث عوامل. العامل الاول ان انت ما بتلعبش مهاجم صريح عشان يقفل المساحات او يضغط على حامل الكوره ما يخلوش يحضر براحته. الحاجه الثانيه ان انت بقى في مساحه في نص ملعب المصري، بقى ليه يعني بقى ليه كل الحريه ان هو يبدا الهجمه بكل اريحيه، ما بقاش فيه عليه ضغط، لان بن شرقي واوباما كانوا بيبتدوا هم يقفلوا زوايا التمرير مش يضغطوا على حامل الكوره، ما شفناه كذا مره. والحاجه الثالثه ان اللاعب اللي جنب طارق حامد او الاثنين بتوع نص الملعب طارق حامد وامام عاشور، امام عاشور كان بيتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، كان بيعمل مهام اشبه بمهام صانع العاب مش مهام اللاعب نمره 8 تماما. وده اللي خلى الزمالك ان شكله مش عارف يطلع بالكوره، خلى ايزي ايميكا وسعيد سمبوري يتفوقوا على طارق حامد وامام عاشور، لان الاثنين كانوا في الضغط مش سيئين، كانوا في الضغط ما بيضغطوش بكل قوه، او لعيبه المصري كانت بتعرف تاخد منهم الكوره بكل سهوله. وان اللاعب اللي جنب طارق حامد اللي هو امام عاشور، انت كنت محتاج اللاعب نمره 8، محتاج فرجاني اساسي في ماتش الفريق اللي قدامك متكتل دفاعيا او بيتكتل دفاعيا، محتاج اللاعب اللي بصير كويس، اللي بيعرف يلعب لك كره طويله ناحيه اليمين او كره طويله ناحيه الشمال، او يلعب المهاجم الصريح بتاعك ثرو باص طويله توصله للجول. لكن امام عاشور هو كويس، هو امام عاشور لاعب ممتاز جدا، لكن مش اللاعب نمره 8 في مباريات مقفوله، مباريات منظمه دفاعيا. محتاج امام عاشور مباراة مفتوحه اقول لك ماشي، امام يلعب ويروح ويضغط ويشوط ويباصي وكل الكلام ده، لكن قدام فريق متكتل دفاعيا قافل المكان دفاعيا او متكتل ومضايق المساحات جدا، امام عاشور مش هيعرف يفيدك، مش هيعرف يفيدك. والاثنين بتوع نص الملعب بعد يعني المساحه اللي في نص ملعب المصري ادت ان الاثنين بتوع نص الملعب طارق حامد وامام عاشور يطلعوا عشان يضغطوا مع الخط الهجومي، فادى الضغط بتاع نص الملعب دون ان بقى فيه مساحه ما بين لعيبه نص الملعب وما بين لعيبه الدفاع. بقى في اللعيبه بتاعت المصري بتنزل في البوك كتير، بتنزل ما بين الخطين كتير جدا، بتلعب ما بين الخطوط ما بين خط نص الزمالك وخط الدفاع كتير جدا. ويقولت طب واحد يجي يقول لي طب ليه خط نص الزمالك كان بيطلع يضغط؟ ليه ما كانش مثلا بيضغط من نص ملعبه ويخلي اللاعب صانع العاب ينزل يستلم منه الكوره ويرجع؟ اقول لك هنا الزمالك النهارده ما كانش بيلعب بصانع العاب اصلا. يعني الزمالك كانش بيلعب صانع العاب، الزمالك كان اول ما بيقطع كوره لعيبه نص الملعب بتقطع الكوره كان بتحاول تلعب على الاطراف كوره طويله لزيزه وكوره طويله لعبد الله جمعه، لان اوباما مش النهارده مش بيلعب بمهام صانع العاب، مش اللاعب اللي بينزل عشان يربط او يعمل لينك اب بلاي ما بين خط الهجوم وخط نص الملعب، لا. ادى ان الزمالك شكل الشوط الاول كان سيء، كان سيء ان انت نص الملعب بيطلع يضغط مع المهاجمين، ادى ان يبقى في مساحه في نص ملعبك انت
وفي مساحه في نص ملعب المصري انه يتحرك بسهوله او يحضر لعب بسهوله، وقد كمان الاثنين بتوع المصري بتوع نص الملعب ايزي ايميكا وسعيد السنبوري يبقوا متفوقين على طارق حامد وامام عاشور. والحاجه برضو اللي كانت مستوقفاني جدا 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 على اداء الزمالك الشوط الاول هم الوينجات بتاعتك. لعبت عبد الله جمعه ناحيه الشمال ويزو ناحيه اليمين. عبد الله جمعه ناحيه الشمال قافل على تحركات او قافل على تقدمات احمد ابو فتوح. ليه؟ لان عبد الله جمعه ما بيخشش لقلب الملعب، عبد الله جمعه اشول، فلما بياخد الكره بيحب يطلع لبره عشان يرفع الاوفر مش هيخش لك لجوه. وده شفناه كتير جدا ان عبد الله جمعه واقف على الخط، واقف ثابت على الخط، وده كان مخلي اللي فتوح مش عارف يتحرك، مش عارف يطلع لقدام، مش عارف يعمل انطلاقات، مش عارف يرفع ارضيات من الناحيه بتاعته لان في لاعب قافل عليه ومش عارف يشغله. ناحيه اليمين برده زيزو، زيزو اداؤه غريب. انا مستغرب اداء زيزو بصراحه. اداء زيزو انا مستوقفني جدا اداء زيزو، اللي يعني زيزو متلخبط متوتر، في حاجه بيفكر في حاجه في دماغه، في حاجه غلط. لان النهارده زيزو كان مطالب منه ان هو يشغل حمزه المسلوسي. يشغله ازاي؟ ان اللاعب المفروض ياخد الكوره ويخش لقلب الملعب ويطلع المسلوسي، يخش قلب الملعب ومسلوسي لما يعمل اوفر لاب من وراه تطلعه. لكن النهارده زيزو كنا بنشوفه كتير جدا جدا ياخد الكوره يا اما يطلع على الخط ويحجم تحركات المسلوسي ما يخلوش يطلع يعرف يعمل تقدمات هجوميه، يا اما كان بياخد الكوره لجوه ومش بيطلع المسلوسي اللي عمل الاوفر لاب وبيخش بيحاول يسدد او يدي تمريره بينيه لاي حد. الزمالك الشوط الاول وحش لان مفيش صانع العاب، مفيش مهاجم صريح، الوينجات مش عارفه تشغل الباكات، الوينجات ذات نفسها مش عارفه تلعب، عبد الله جمعه كمان سيء جدا، زيزو مش باين، مش في حاجه غلط في زيزو مخليها مش مركز في المباريات. ادى ان انت تخرج الشوط الاول 0-0 متعادل سلبي مش عارف تعمل اي حاجه. الشوط الثاني كنت انت المفروض تبدا المباراه بخروج عبد الله جمعه ونزول اسامه فيصل وتخلي بن شرقي ناحيه الشمال زي ما هو كوينج، واسامه فيصل المهاجم اللي ينزل يضغط لك على المدافعين، اللي يخنق المدافعين ما يخليهمش يحضروا براحتهم، ياخد الكره الطويله، لو بتلعب كره طويله ياخد العرضيات. لكن تغيير اسامه فيصل اتاخرت شويتين. لان ليه بقى اتاخرت شويتين؟ هقول لك انا ليه اتاخرت شويتين. ان الزمالك في بدايه الشوط هو كان نفس الشكل، كان نفس الشكل، كان نفس الاداء، ولكن ايه اللي فتح الماتش وايه اللي فك الزمالك؟ هقول لك ايه اللي فك الزمالك. امام عاشور المدفعك الجديد اللي عنده حل ممكن يفك لك اي مباراه، وهي حل التسديد. التسديد حل مهم جدا جدا جدا، الزمالك كان بيفتقده جدا في الاونه الاخيره، كان بيفتقد التسديد. ان فريق اللي قدامك هو متكتل دفاعيا، قافل دفاعيا، مش عارف تخترقه تسديده تفك كل حاجه. ده اللي عمله امام عاشور النهارده، المصري مقفل، المصري محافظ، المصري عارف يقف صح، المصري عارف يخنق الزمالك، امام عاشور سد التسديده صاروخ وهدف عالمي، عالمي. بيجيب جول للزمالك وبيفتح الماتش، بيخلي المصري يتحرر من اماكنه، ما يخلوش واقف في نص ملعبه، لا، بيخليه يتحرر، بيخليه يطلع من مناطقه، بيخلي الزمالك فيه مساحات في نص ملعب المصري اللي هو يعرف يستغلها. ودي حاجة مميزة جدا من امام عاشور، شفناها في ماتش الجيش، مش ماتش الجيش كمان، شفناها في ماتش سموحة، سد تسديدة وجت في العارضة، ماتش الجيش سد تسديدة وجت في العارضة، ولكن الشوط الثاني سد تسديدة ودخل الجول، بعد كده تسديدة ثانية ودخل الجول، والنهاردة بيتكرر اللي بيعمله كل مباراة وبيسدد على المصري وبيسجل جول عالمي من امام عاشور. أتمنى الاستمرارية، أتمنى امام عاشور كل ما تجيله زاوية تسديد يسدد، كل ما تجيله زاوية تسديد يسدد وما يفكرش. امام عاشور سلاح مهم جدا وسلاح فتاك مهم جدا للزمالك في ظل ان الفريق قدامك متكتل دفاعيا، هيعرف يفك لك الماتش بتسديده، سواء تدخل جول او يعمل خطوره او يربك الناس. واحد يقول لي طب خلاص بقى طالما عندنا امام عاشور خلاص بقى مش مهم فرجاني ونمشي فرجاني، لا 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 لا، قلت لك ان انت الزمالك محتاج لاعب نمره 8 يفك له التكتلات الدفاعيه او يفك له الفريق اللي قدامه او يعرف يلعب تمريرات مميزه او تمريرات حاسمه في ظل الفريق قدامك يبقى منظم دفاعيا. انت محتاج اللاعب ده، محتاج فرجاني اساسي. امام عاشور النهارده ما طلعش تمريره او ما طلعش بينيه مميزه او بينيه تقول هو ده اللاعب نمره 8 اللي يبقى بديل بديل فرجاني اساسي، اللي احنا نقدر نستغنى عن فرجاني اساسي ونعتمد على امام. لا، امام عاشور مش هيعرف يلعب قدام الترجي قدام بلدية الجزائر قدام اي فريق تقيل في افريقيا، لان الفريق التقيل في افريقيا بيعرف ينظم دفاعيا، منظم هجوميا، بيعرف يلعب كويس جدا. لاعب نمره 8 لا غنى عنه، فرجاني اساسي لا غنى عنه. ولكن بعدها بشويه جت التغييرات اللي احنا كنا بنطالب بيها من بدري، نزل اسامه فيصل بدل عبد الله جمعه وخلى بشاري ناحيه الشمال ودخل اسامه فيصل. اسامه فيصل لما دخل
شفنا شكل مغاير لمهاجم، بقى يضغط على حامل الكوره، بقى يخنق الفريق المصري، ما يخلوش يعمل تمريرات كتير في نص الملعب، ما يخلوش يحضر براحته، لا كان في اكتر من مره خلى لعيبه المصري تعتمد على الكره الطويله. في اكتر من مره اسامه فيصل خلى لعيبه المصري تعتمد على الكره الطويله، هو مش اسامه فيصل بس، او مش هقول لك اسامه فيصل اللاعب الجميل الفتاك اللي جامد جدا، لا اسامه فيصل لاعب كويس، لكن كمهاجم صريح هيعرف يعمل لك الدور ده؟ اي مهاجم صريح يعرف يعمل الدور ده؟ بن شرقي مش مهاجم صريح، بن شرقي مش مهاجم صريح. اسامه فيصل شفناه قدر ياخد الكره الطويله كذا مره، قدر يغلط دفاع المصري، قدر يخلى الدفاع المصري ما يعرفش يحضر براحته، قدر ياخد الكره العرضيات، عرضيه للمسلوسي ديك جول. لو بعدها بشويه باتشيكو عمل تغييرين هم كويسين، لان الاثنين مش فايقين، الاثنين مش في حالاتهم، خرج زيزو، خرج بن شرقي، نزل حسين فيصل، نزل شيكابالا، واول كوره شيكابالا يلمسها يطلع فيها مسلوسي او يلاعب فيها المسلوسي صح، المسلوسي بيرفع عرضيه كان ممكن يجيب هنا جول. ده اللي كنت بتكلم عليه، ان انت محتاج الوينج اللي يطلع الباك، الوينج اللي يشغل المسلوسي. كنت شايف ما بين الشوطين الناس بتتكلم ان المسلوسي سيء، المسلوسي مش على حجم الزمالك، لا يا معلم، المسلوسي لاعب كبير، لاعب مميز، لحد دلوقتي لعب ماتشين اهو، لعب مميز قدام انبي وقدام المصري، النهارده المصري كان مقفل قافل دفاعيا على احمد رفعت ميه ونور، مش موجود رفعت. وهجوميا لما لاعب شغله رفع عرضيه جاب جول، رفع عرضيتين النهارده في المباراه، واحده لبن شرقي، بن شرقي حطها على الطاير كويس جدا لكن طلعت فوق القائم، والنهارده لعب عرضيه ثانيه لسامه فيصل، سامه فيصل حطها كويس جدا بدماغه ولكن جت في العارضه. الحمد لله احنا كسبنا النهارده، ثلاث نقط مميزين للزمالك، ثلاث نقط هتفيده جدا في السباق على الدوري، ثلاث نقط او فوز يخلي دي شخصيه البطل او شخصيه الفريق اللي عاوز ياخد الدوري، في ظل انت سيء في المباراه، في ظل انت مش عارف تجيب جول، في ظل انت عناصر عندك في الفريق مش مركزه، عناصر عندك في الفريق مش في مستواهم، تقدر تكسب مباراه وتقدر تاخد 3 بونت، وده شخصيه البطل، ده الفريق اللي عاوز ينافس على الدوري وعايز ياخد الدوري. بس في الاول والاخر ده قرار شخص واحد في مباراه المصري والزمالك، قول رايك انت في الكومنتس في المباراه، في المباراه النهارده، قول لي كمان توقعك، هل الزمالك قادر على الفوز بالدوري وعلى المنافسه، ولا دي شويه مباريات وباتشيكو هينزل بالفريق اللي تحت وهنبتدي ندور على مركز مؤهل لدوري الابطال؟ قول رايك في الكومنتس، ولو حلقة ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021، وده بنا على السوشيال ميديا بتاعت الفيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على الفيسبوك وتويتر وانستجرام في الحلقه الجايه. سلام.